انت على الهواء مباشر مع قرارات للسياحه. شلون الوضع؟ صراحه اي بصراحه بدون جو بارد، جو بارد. والمكان يعني لا يوصف. جميل جميل جميل، عجبتك. تنصح اصدقائك ان يزوروا هذا المكان؟ اكيد اكيد. انت الان على ارتفاع 3200 متر فوق مستوى سطح البحر. طبعا دخلنا بالسياره من داخل الغيوم، وهذه امامنا كاريليتش المتجمده فوق جبال قاراكاتس. احنا سواحنا اكثرهم اصطحبناهم الى هذا المكان. هايك دانيال من أرارات للسياحة يرحب بكم ويدعوكم لزيارة هذا المكان. بصراحة المكان الصعدة شوية صعبة لها، لكن الحمد لله والشكر مع أرارات للسياحة كل شيء يكون سهل. فأكثر سواحنا احنا اصطحبناهم، اصطحبناهم بالشتاء، اصطحبناهم بالصيف. هسه بالنزلة صورنا لكم بعض المشاهد بصراحة، لأن ما قدرنا ننقلها مباشر، فصورت إن شاء الله في التقرير مبسط أشوف لكم المشهد الربيعي فوق جبال أراكات. هسا استمتعوا بالبحيرة المتجمدة. اللي يحب يزور هذا المكان يقدر يتصل بينا. الطائرات العراقية، الكلام مع العراقيين، اخوان عراقيين، الجروبات العراقية ما يجون هذا المكان. انا بالنسبة لي الكل يعرفوني، اتصور اللي يتابعوني، انا شغلي مع الخليج، مع الإماراتيين والعراقيين والقطر والبحرين، وشرفنا نعمل معهم. تريد تمشي فوق البحيرة؟ هذه؟ هذه البحيرة، هذا اللي قدامنا، البحيرة اللي متجلدة جليد، هذا كله هنا أمامنا بحيرة، وعندنا فيديوهات مصورية احنا بصراحة ماشيين فوقها. تعال خلينا ناخذ صور فوتوغرافية شوية. راح نوقف الإرسال إخوان، راح ناخذ صور فوتوغرافية. شكرا لمتابعتكم.